مرض الامبوكسا ولا اللي كيتسمى جدري القرده، واللي هو الان منظمه الصحه العالميه تدعو الى عدم تسميته بهذا الاسم لانه كاين خلط. هو مرض في الحقيقه قديم ماشي جديد. اول مره اكتشف في الدنمارك الفيروس في 1958، ولكن اكتشف عند القرده، وعلى داكشي جات الاسم ديال جدري القرده، يعني ان الاول من اصيب من الرئيسيات هما القرده. وكانت اول حاله بشريه في 1970 في الكونغو الديمقراطيه عند طفل، حينما كانت هناك حملات للتلقيح ضد الجدري الذي تم استئصاله في القرن الماضي. اذا هو مرض معروف وفيه جوج ديال الفروع حيويه، بحال اللي كنا كنهضروا في كورونا على متحورات، دابا كنهضروا على فروع حيويه جوج. الفرع الحيوي الاول او لا فرع حوض الكونغو، والفرع الحيوي الثاني او لا فرع ديال غرب افريقيا. في 2022-2023 انتشر الفرع الحيوي الثاني في العالم ككل، وعلنت منظمة الصحة العالمية في يوليوز 2022 على أنه إمبوكس يشكل طريق صحي عالمي. إلى حدود ماي 2023 تم رفع حالة الطوارئ. إذن في ظرف سنتين يعلن عن إمبوكس كطريق صحي عالمي يثير قلق دولي. الآن اللي وقع مؤخرا منذ نهاية 2023 وهو أنه الفرع الحيوي الأول انتشر عاود من جديد في الكونغو الديمقراطية الزاير سابقا، وفي بعض البلدان المجاورة، وبدأت تسجل بعض الحالات يعني خارج البؤرة اللي كاينة. فبالتالي منظمة الصحة العالمية ارتأت أنها تعلن هاد الفاشية على أنها طارئ صحي عالمي تثير قلق دولي. علاش منظمة الصحة العالمية كتعلن مثل هذا الأمر؟ كتعلنوا لسببين أساسيين. السبب الأول هو أنه عندك واحد المرض اللي ممكن يكون في قارات متعددة، ولكن السبب الأساسي هو أنه لابد من جهد دولي وتعاون دولي ويعني تعزيز الموارد المالية واللوجستية باش يتم حصر الوباء في المنطقة اللي فيها ويتم يعني محاصرته والقضاء عليه. إذن هو مرض قديم فيه حالة هينة، فيه ربما نتكلموا على هذا يعني في باقي الحوار. هاد الفيروس الامبوكس كينتشر بالخصوص عن طريق اللمس، ماشي عن طريق الجهاز التنفسي، ماشي بحال كوفيد. اللمس يا اما اللمس ديال الحيوانات المصابه في افريقيا، حنا في المغرب ما عندناش هاد القضيه هادي، ولكن كذلك بالخصوص الانتقال بين البي بشري بين الانسان والانسان من خلال لمس الشخص المصاب، يا اما عن طريق المصافحه او لمس يعني اللمس العادي، او عن طريق التقبيل او عن طريق الاتصال الجنسي. وبين قوسين الاتصال الجنسي كان هو السبب الاساسي الانتشار في 2022-2023، يعني كان مرض منتقل جنسيا بالخصوص. لكن في هذه الحاله ليس فقط الانتقال الجنسي او الاتصال الجنسي، ولكن هناك كذلك عن طريق، يمكن ان ينتقل كذلك عن طريق قطيرات، ولكن هذا خصو يعني تكون مخالطه قريبه ولمده طويله باش يمكن ينتقل عن طريق القطيرات اللعابيه. إذن هذه هي طرق الانتشار ديال هذا المرض. لكن بغيت نقول بانه مثلا في 2022-2023 ذاك الار زيرو الا كنتوا عاقلين مؤشر توالد الحالات كان 2.4. الى قارنا مثلا بكوفيد 19 دابا اوميكرون، راه اوميكرون المؤشر وصل تجاوز 10. إذن حتى سرعة الانتشار ماشي هي نفس سرعة الانتشار، لكن كيبقى بأنه مرض كاين كينتشر، يقدر يكون هناك، لكن مقارنة بكوفيد هو أقل طبعا. باش الأعراض ديالو باش الناس يعرفوها حالة الأعراض الأعراض ديال الإمبوكس هو أولا مرض جلدي. هناك معظم الحالات كيبداهم اعراض عامه، حمى، الم في العضلات، صداع في الراس، الم في الظهر الى غير ذلك. ثم بعد ذلك في ظرف 3 ايام في المعدل كيبدا طفح جلدي، حبوب، تعرض حبوب. هاد الحبوب هادو عندهم واحد يعني واحد مظهر معين تيعرفوه الاطباء، ماشي اي حبوب، ماشي اي واحد عنده حبوب راه
بشكل عام المرض هاد الحبوب هادو هي مؤلمة، فيهم آلم وممكن تكون فيهم حتى حكة، وكتطور يعني في الأول كتكون عبارة عن حبوب مسطحة، من بعد كتطلعوا كيعمروا بالماء كيتقيحوا إلى غير ذلك، ثم من بعد ذلك كيبسوا. بشكل عام المرضى كيبرعوا، لكن هناك واحد الفئة معينة اللي ممكن يوقع لها مضاعفات، مضاعفات تعفن بالبكتيريا يعني زيد تعفن داك الشيء، أو لا يوقع لهم التهاب القصبات الهوائية، التهاب في الدماغ، أمورات أخرى يعني التهاب في الدم. وهذه الفئات الأكثر عرضة للخطر هما الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص المسنين، وكذلك الحاملين لأمراض مزمنة، ولكن أمراض مزمنة اللي هي ماشي متحكم فيها، يعني واحد عنده السكر مخربق ماشي كونترولي، وكذلك الناس اللي عندهم فقدان المناعة. فهادو ممكن يتعرضوا للمضاعفات، وكذلك ممكن تكون هناك حالة وفاية. للأسف الآن في الكونغو يعني مؤشر الفتك 3.6%، ومؤشر مرتفع من بين الأسباب اللي خلى منظمة الصحة العالمية تعنى على حالة طوارئ الصحة العالمية. لكن إلى قارنا مثلا مؤشر الفتك ديال 2022-2023 الفاشية السابقة كان 0.1%، يعني لا مجال للمقارنة. لكن بشكل عام هو مرض يعني هين إلى متوسط، وكان واحد الفئة اللي ممكن تخضع يعني تكون عندها مضاعفات. طيب لدينا شنو تدابير دارسة بس على الأقل المغرب في 2022 ما قبل ما تعلن، لان تعلنات في يوليوز، حنا في يونيو وضعنا مخطط للرصد لما شفنا، لان حنا عندنا في المغرب عندنا على مستوى المركز الوطني لطوارئ الصحه العامه ما يسمى بمنظومه الرصد الدولي، يعني تنراقبوا الاوبئه اللي كاينه في العالم. اذا بمجرد ما شفنا بانه كاين ارتفاع ديال عدد الحالات في العالم، وضعنا منظومه ديال الرصد والاستجابه، انه اعطينا واحد التعريف الحاله شنو هو الحاله ديال امبوكس، لان ما غاديش يجي مثلا واحد الشخص اللي هو ما عمره سافر في واحد المنطقه معينه مثلا في منطقه معزوله الى غير ذلك ويبانوا عليه حبوب ونقولوا راه هذا امبوكس. لا، امبوكس كاين معايير طبيه يعني العلامات، ولكن كاين معايير وبائيه. خصو يكون سافر لمنطقه موبوءه، خصو يكون دار اتصال مع شخص اللي هو مصاب، خصو يكون لمس حيوان مصاب، وحنا في المغرب ما عندناش الحيوانات المصابة، هذه كاينة في أفريقيا. إذن كاين معايير طبية ومعايير وبائية، عاد كنقولوا هذه حالة مشتبه فيها، لأن الأمراض الجلدية راه كثيرة، وخصوصا أن هذا المانكي بوكس في بعض الأحيان كيشبه في المظهر الطبي ديالو أمراض عادية، بوحمرون، بوشويكا إلى غير ذلك. فتم وضع منظومة ديال الرصد والتصدي والاستجابة، يعني كيفاش يتم تدبير الحالات المخالطين إلى غير ذلك، تكون الموارد البشرية. ولما بدأ هذا الإنذار العالمي اكتشفنا 5 ديال الحالات. إذن هذه 5 الحالات اللي هضرنا عليهم في البلاغ الأولى راه ماشي حالات ديال دابا، وإنما هذا في الإنذار السابق، لأنه وقع واحد الخلط عند فهي حالات آخر حالة كانت في بداية هذا العام. كل هذه الحالات تم يعني تدبيرها وفق المنظومة ديال تدبير الحالات والمخالطين والبؤر، وتعافت وما كانوش حالات عند المخالطين. هذا دليل على أن المنظومة كانت جد فعالة. وكذلك طبعا لما كتكون منظومة ديال الرصد كيكون مختبرات اللي خصهم يديروا هذه الكشوفات، حنا عندنا هذه المختبرات، كاين بروتوكول علاجي، كاين واحد اللجنه علميه كتشرف على الجانب العلمي والتقني ديال المساله، وكذلك كاين تعزيز المراقبه الصحيه عبر الحدود. هذا الامر بقى مستمر. لما جاء هذا الانذار عاوتاني قمنا بتعزيز وتقويه وتذكير يعني بهذا الامر. هذا كاين مساله المراقبه الصحيه عبر الحدود، طبعا الدول الموبوءه هي معروفه، والحالات غالبا الا كانوا غادي يكونوا غادي يجيو، يعني الحالات الوارده راه محتمله، لان
حالات وارده. غادي يكونوا في مطار محمد الخامس لان تما فين كاينين يعني الرحلات الدوليه مع الدول الافريقيه، ولكن كذلك وضعنا في مختلف المطارات الدوليه ديالنا مراكش، كذلك طنجي ميد يعني الميناء ديال طنجه المتوسط، جميع يعني المطارات والموانئ اللي فيهم رحلات دوليه تم تعزيز هاد المراقبه الصحيه عبر الحدود، لانه يقدر يكون واحد السيد يجي من ديك الدوله يمشي لدوله اخرى مثلا يدوز واحد اليومين ولا هذا ويجي يجي عندنا مثلا يجي لمراكش ولا يجي لهذا، فما ركزناش فقط على مطار محمد الخامس، وخاصه ان ديك فتره ما قبل الاعراض، ديك الفتره اللي يعني ما بين الاصابه وظهور الاعراض ممكن توصل الى ثلاثه الاسابيع، يعني الانسان يدخل ليه الفيروس وما يبانوا فيه الاعراض حتى يفوتوا ثلاثه الاسابيع يكون دخل. اذا من غير المراقبه الصحيه عبر الحدود، لان يقدر يوصل الحدود بدون اعراض، كاين منظومه الرصد في المؤسسات الصحيه العامه والخاصه بتعريف الحالة، وبالتالي أي حالة مشتبه بها يتم إبلاغ السلطات الصحية الإقليمية اللي كتبلغ المركز الوطني للطوارئ الصحة العامة، كنقوم بعملية تقييم واش فعلا هذه حالة مشتبه فيها، ويتم الكشف، يتم يعني إجراء تحليل ديال PCR. كاين مختبرات المرجعية عندنا في المغرب جاهزة، واكثر من هذا ان مختبرات اللي تقدر تحدد حتى النوع الفرعي واش واحد ولا جوج، وهذا ما كاينش في جميع المناطق. ثم يتم تدبير الحالات والمخالطين والبؤر وفق البروتوكول الوطني الساري المفعول. هذا خلاصه رد على هذه الشائعات اللي راجع لا خوف على لا هو تقييم المخاطر بالنسبه للاختطار، مستوى الاختطار على الساكنة العامة يعني على المواطنين ككل ضعيف جدا، لكن على بعض الفئات المعينة وأنه يجيوا حالات واردة هذا كاين، راه جميع الدول لأن ما غاديش تمنع المسافرين ما يسافروش، ومنظمة الصحة العالمية يعني واضحة كتقول لك ممنوع تدير شي حاجة على الأسفار الدولية لأنه غير مبرر. منظومة الرصد قائمة بدليل أنه راه دبرنا 2022 وبين قوسين راه كانوا الحالات اكثر بكثير من دابا، وكانوا منتشره في العالم ككل وفي دول يعني في اوروبا بالخصوص، وحنا اوروبا عندنا بهم اسفار اكثر بكثير من وفي جميع المطارات ماشي غير مطار محمد الخامس، وكانوا في الولايات المتحده وكانوا في اليابان وكانوا في استراليا الى غير ذلك. ثم احنا تعودنا على انه لما كتكون شي ازمه وبائيه تكثر الشائعات، هذه مساله معروفه، والحالات الخياليه غادي يكونوا اليوم يخرج شي واحد يقول لك راه حاله مؤكده غدا يكونوا خمسه غدا. وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه متى كانت اي حاله مشتبه بحال اللي كنا درنا في القنوات الرسميه راه غتعلن عليها وغتعلن على يعني اي مستجد في وقته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.